بكم، مرحبا بكم معنا في برنامج نادية للطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم كيفية تحضير المجبنة. غنحتاج طريفات ديال اللحم، قطعين قطع صغيرة كيف ما كتشاهدوا، غنحتاج الملح ساخن، حلبة، زيت المائدة. غنجيب اناء فاش نخلط، ندير اللحم ديالي، ملح ساخن، الحلبة، القطع ديال الزيت. نخلط مزيان تدخل اللقامة في بعضياتها. كيف ما كتشاهدوا الان غنخليها تبات مرقدة مدة ليلة، ومن بعد كذلك هي غنشرها حتى تيبس، وديك الساعة نخزنها عندي في الثلاجة تبقى لمدة عام. كما كتشاهدوا معايا سيداتي، المجبنه بعد ما خليناها كرمت ولات على هذا الشكل. دابا غنديرها في الفريغو ونخليها الوقت اللي نحتاجها عاد نجبدها. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.